شنو أول ما سمعت يعني جملة الأغنية آخر ظهور؟ آخر ظهور ذكرت الواتساب الحالة. تدري يعني نفس الشيء أول ما سمعت أول ما يعني أول ما سمعت يم الشاعر الأغنية ضحكت. كأنه ظهورك أو النجاح ما شاء الله اللي نتكلم بالملايين إيه؟ 150-180 مليون مشاهد. إيه؟ بالنسبة لأغانيك تأخر شوي، وش كان السبب يعني من وجهة نظرك؟ كان عندي مشاكل مع الشركة المنتجة، كان في عندي مشاكل عائلية بالبداية، رفضوا أنه يعني أدخل للفن. كل هاي التفاصيل أثرت علي بالبداية، بس الحمد لله أني قدرت أثبت لنفسي ولعائلتي أنه أنا وصلت المرحلة خليتهم هم يفتخرون بي. هذا مو شيء سهل. أبوك الله يعطيه الصحة والعافية قال أنه والله بنتي انطبخت على نار هادية. صح، ماشي. يعني هو كان طباخ ولا انت؟ وش الطبخ؟ وش نوعه؟ وش يعني قصده انه لما اكتمل صوتي ولما ظليت يعني ظليت فتره اني يعني بالاستوديو اتدرب اغني، طلعت بس طبعا كان يدخلني الاستوديو. أيه. لازم يفضي، ما في احد. تخيل واستوت الطبخ. واستوت.